السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي دجاج بالصلصة الباربيكيو ويا الرز بالخضروات. تعالوا وياي حتى تشوفون طريقة عمل صلصة الباربيكيو وشون أحضر الدجاج والرز. وصفتنا لهذا اليوم هي الدجاج بالصلصة الباربيكيو. عندي الدجاج فخاد وعندي صدر هنا مثل ما تشوفون، كلها غسلتها ونشفتها من الماء. عندي بالنسبة للفخاد كلها فتحتها بالسكينة بهاي الطريقة، قصيتها لأنه هذا راح أقلي الدجاج. أحتاج للدجاج طبعا ملح، ملعقة طعام من الملح راح أضيف. هنا عندي ملعقتين طعام من الطحين، أضيف لها ملعقة طعام من الملح، أضيف لها ملعقة طعام من الفلفل الأسود، أضيف لها هنا عندي الثوم المطحون المجفف المطحون أيضا ملعقة، أي أقل من ملعقة طعام، حوالي نصف ملعقة طعام من الثوم المجفف. وأخلط هاي المواد كلها مع بعض، تخليها تختلط. أخذ الدجاج كله اللي غسلته وخليته يتصفى من الماء والدهن، أفرغه عندي هنا. أخذ خلطة الطحين والفلفل الأسود والثوم المجفف المطحون والملح، أخليها فوقها فوق هذا الدجاج كله، وأخلطه كله بهذا المواد، هاي المواد اللي هكذا. تبلت الدجاج راح أتركه على جهة. هسه راح نحضر خلطة الباربيكيو. نحتاج لها طبعا 3 استكان أو ديسيلتر، هو هذا نفس حجم الاستكان من الكاتشب، 3 أحتاج لها. اثنين، 3 كاتشب، واحتاج لها 1 ماي هكذا، 2 ثوم راح سن ثوم، 2 ثوم. إذا أنتم ما تحبون الثوم كثير تقدرين تقللي نصف سن ثوم، أو ما تخلين يعني ما تخلون هو يعني يرجع لكم كيفكم إذا ما تحبون الثوم. بعدين عندي 4 ملاعق من الطعام سكر، طبعا هاي ملعقة كبيرة كلش ما راح أترسها. 2 3 4 4 ملاعق طعام من السكر، ملعقتين كوب خل أبيض، عندي صويا 2 كوب من الصويا، صويا اليابانية. بعد ما ضفت 2 ملعقة من الطعام من الصويا اليابانية، راح أضيف لها 1 ملعقة طعام من الخردل، 1 ملعقة طعام خردل، 1 ملعقة كوب فلفل أسود، 1 ملعقة طعام زنجبيل، ونخلط هاي المواد كلها مع بعض. نخلطها وأخليها على النار، إذا شفتوها كلش ثخينة تقدرون تضيفولها شوية ماء. هسه أخليها على النار وأظل أحرك بها إلى أن ما يعني تصير جاهزة. طبعا مثل ما تشوفون هنا خليت الصلصة الباربيكيو على النار، بس غلت شوية ونصيت الحرارة أقل شيء، أقل درجة حرارة خليتها، وراح أتركها يعني تتهدى على مهلها، ما محتاجتها بسرعة، فراح أتركها تتهدى
على كيفها. هنا خليت عندي زيت بهذا القدر، وبس يسخن الزيت يبدي يغلي راح ابدي اقلي بالدجاج اللي عندي. بعد ما اقلي الدجاج اطلع راسا اشوفه نضج احمر ونضج، اطلعه واخليه بالباربيكيو الصوص او صلصة الباربيكيو اللي سويتها، واقدمه يا اما مع الرز او مع البتيتا او اي شيء متوفر. طبعا بعد ما سخن عندي زيت كلش هواية، راح اخذ قطعة من الدجاج اخليها بهذا الزيت اللي راح اقلي بيه، وبعدين اوطي الحرارة لانه انا ما اريد يعني يحترق الدجاج وبعدها من الداخل ما مستوي. فهسه بس اخلي الدجاج واوطي الحرارة واخليه يتقلى على نار هادئة، مو نار يعني قوية كلش. طبعا مثل ما تشوفون الصلصة صارت جاهزة، طبعا طعمها رائع رائعة المذاق طلعت الصلصة اللي سويتها صلصة الباربيكيو. هذه الصلصة تقدرون تستخدموها للمشويات، من تشوون لحم او دجاج على الفحم تقدرون ايضا بعد ما تشوون تكملون تغمسوها بهذه الصلصة وتقدموها ايضا، يعني جدا لذيذة ورائعة. وعندنا هنا الدجاج بدأ يحمر، بس يعني دائما دا اقلب به حتى يدخل الزيت بهالشروحات اللي سويتها به حتى يتقلب كله، يعني يوصل للعظم كله يستوي وينضج، يعني حتى لا يبقى ني من قدام قدمه. بعد ما سخن عندي زيت كلش هواية، راح اضيف للرز هسه، راح اضيف له بعد ما الخضروات بازاليا والذرة، خضروات من الفريزر طلعتها جاهزة بس خليتها برا يعني ذابت وخليتها بالاكل. هسه اخلي له الملح على قد يعني الكمية اللي تريدون، اخلي له كركم نصف ملعقة طعام من الكركم، ملعقة طعام او اقل من الكاري انتو حسب يعني قد كمية البهارات اللي يعجبكم بالاكل. فانا راح اخلي ملعقة كبيرة ونص لانه احنا نحب البهارات والكاري بالاكل. اخلطهم كلهم، هسه اضيف له ماء مغلي بس يغطي يعني التمن مو اكثر. هسه راح اوطي الحرارة واتركه يستوي على مهله الرز او ينضج على مهله الرز او التمن. طبعا مثل ما تشوفون الدجاج تقريبا نضج، راح اخذ الدجاج ارفعه هالشكل بس اخلي شوية الدهن ينزل من عنده بهالطريقة، واخليه هنا عندي بصلصة الباربيكيو. اخذ القطعة الثانية خليها بالصلصة هكذا، هاي القطعة ايضا راح اخليهم هنا بالصلصة الباربيكيو، واخلي دجاج اخر عندي هنا اخلي وجبة اللقطة. بعدين عندي هذا الدجاج اللي خليته بالباربيكيو راح كله الوثه هالشكل بالباربيكيو. صلصة الباربيكيو الوثه كله بيها بهاي الطريقة، وارفعه من الصلصة واخليه بالصحن هالشكل، خليه يتشرب اول شيء كله من الصلصة بعدين ارفعه منها واقدم اخليه.
هاي الطريقة إلى أن ما ينتهون الباقين. أيضا نفس العملية، بعد ما ينضجون راح أخليهم صلصة الباربيكيو وبعدين أفرغها بالصحن وأرجع لكم. أصدقائي، هو هذا شكل النهائي والأخير للدجاج الباربيكيو بصلصة الباربيكيو. هو هذا شكل النهائي والأخير، وهذا الشكل النهائي والأخير للرز. أتمنى تعجبكم هاي الوصفة، وألف عافية، وأترككم بأمان الله إلى أن ما نلتقي في فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.